السلام عليكم. من يرغب منكم بأن ينجح في عمله أو تجارته، أو من يرغب في التقدم للزواج، سيجد سمعته الطيبة خير عون له على ما يريد، أو قد تكون سمعته السيئة سبباً في عزوف الناس عنه والتعامل معه. السمعة الطيبة مثل الغطاء، إن سقط أسقطت قدرك بين الناس، وإن حفظت رفعت قدرك بين الناس في الدنيا وفي الآخرة. والسمعة الطيبة من الأشياء التي لا يمكن أن تشترى بالمال، ولا يمكن لأحد أن يمنحها لك. سمعتك الطيبة لا يبنيها إلا أنت بأخلاقك، بمبادئك، بإحسانك للناس، وما تتركه من آثار صالحة وأعمال نافعة وذكرى طيبة في قلوب كل من حولك. كن شيئا جميلا يضاف إلى حياة الآخرين، واعتني بسمعتك جيدا، لأنها ستعيش أكثر منك. كل شيء يرحل برحيلنا من هذه الحياة إلا السمعة الطيبة، فهي حياة بعد حياتنا، حياة خالدة لا تفنى برحيلنا عن الدنيا. يقول الإمام الشافعي: قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أمواتهم. والله يحفظكم ويحفظ قلبكم.